يظل السؤال بقى حتى هذه اللحظة، رغم مؤتمر المناخ والإعجاز السياسي والحقوقي الكبير اللي حصل في مؤتمر المناخ، إلى أنه حتى هذه اللحظة على عبد الفتاح لم يتم الإفراج عنه. حتى هذه اللحظة في حد ما جوه النظام يتعامل مع مواطن مصري اسمه علي عبد الفتاح، ومواطن مصري اسمه أحمد دومة، ومواطن مصري مواطنين مصريين كتار في الحقيقة بيتعامل معاهم على أنهم أعداء شخصيين ليه، وأن خروجهم يعني باختصار شديد خطوة أولى لسقوط هذا النظام أو لسقوط هذا النظام. علاء عبد الفتاح ومؤتمر المناخ نجح أن يتحول اسم علاء عبد الفتاح لاسم أساسي وشخصية أساسية جوه مؤتمر المناخ، رغم أن الرجل قابع في سجنه. ونجح علاء عبد الفتاح في أنه يعمل إضراب عن الطعام موازي وفي نفس الأيام اللي حصل فيها مؤتمر المناخ. ونجح علاء عبد الفتاح وأسرته الكريمة سناء ومنى والدكتورة ليلى سويف، نجحوا جميعا في وضع قضية المعتقلين السياسيين المصريين على أجندة مؤتمر جه أصلا يناقش البيئة وظروف البيئة في العالم. ونجحوا جميعا في ان هم يحولوا مع طبعا مئات الجنود الغير ظاهرين، ان يحولوا مؤتمر المناخ العالمي اللي كانت الدولة ناوية تعمل بيه احلى مهرجان عن جمهوريتها الجديدة، حولوه الى مأتم ميت يعني، وعزاء سرادق عزاء لهذا النظام على المليارات اللي دفعها في مقابل ان هو يلمع البشوات الكبار. لكن كانت النهاية للأسف الشديد، لا مش للأسف الشديد، النهاية والحمد لله كانت انه اللي في السجون هم اللي اصبحوا نجوم، واللي في السجون اساميهم بقت معروفة اكتر من اسماء اللي بيحكموا مصر النهاردة. واللي في السجون مهما فضلوا حاطينهم في السجون هتظل اسمائهم معروفة اكتر من جنرالات هامة جدا في مصر النهاردة. 是啊。